تصور جديد للتربية والتعليم Learning World بالتعاون مع وايز بمبادرة من قطر فاونديشن. دور الزي المدرسي في التحصيل العلمي وتأثيره على التلاميذ والاختلافات الاجتماعية يبقى أحد المواضيع الساخنة بين التلاميذ والأولياء والمعلمين. بالنسبة للبعض الطابع الإجباري للزي المدرسي مسألة جيدة، وبالنسبة للبعض الآخر فكرة تجاوزها الزمن، مثالاً حقيقيان ورؤية لمختصة في هذا الموضوع. في جنوب أفريقيا حيث لا يزال شبح نظام الفصل العنصري يخيم، فرضت عدة مدارس ارتداء الزي الرسمي. الهدف من هذه المبادرة هو محو الفوارق الاجتماعية وتعزيز الانضباط بين الطلاب. لنشاهد كيف تسير الأمور. اللباس المدرسي هو القاعدة في جنوب إفريقيا، وقد تم اعتماده منذ أن كانت البلاد مستعمرة بريطانية، وقد ظلت هذه العادة راسخة فيما بعد. هنا لعب الشباب دورا هاما ضد نظام الفصل العنصري، حيث كانت المدارس خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي مهدا لمختلف المطالب السياسية. عندما فتحت ثانوية فومولاني أبوابها في العام 93، كان نظام الفصل العنصري في طريق الاندثار. اختيار ألوان اللباس المدرسي مرتبط بتاريخ البلاد. عندما افتتحت المدرسة كانت هناك الكثير من الدماء في كاتالونج، وهو سبب اللون الأحمر على اللباس. رغم ذلك لم يطغى التشاؤم على تلك المرحلة بل الأمل، وبالتالي فاللون الأبيض يرمز إلى الأمل. كنا نقول يوما ما سينتهي كل شيء. في جنوب إفريقيا ارتداء اللباس المدرسي إلزامي في جميع المدارس العامة وفي أغلب المدارس الخاصة، وإذا كان ارتداء الحلي مسموحا به في أغلب الأحيان فالمدارس صارمة بخصوص حلاقة الشعر. اللباس المدرسي وحسب المدافعين عن إلزاميته يساهم بشكل كبير في خلق مناخ ملائم للتعلم والانضباط وتنمية الشعور بالانتماء إلى المجتمع. الممرضات يرتدين لباسهن ليتميزن بأنهن ممرضات، والأطباء يرتدون لباسهن ليظهروا كأطباء. نفس الشيء بالنسبة للتلاميذ، يجب أن يرتدوا زيا يجعلهم يبدون كتلاميذ. يبدو أن الزي المدرسي ساعد في محو جميع الاختلافات بين التلاميذ في بلد عانى طويلا من نظام الفصل العنصري، حيث تسود المساواة فيما يتعلق بحظوظ الجميع طالما أن التحصيل العلمي يبقى الهدف الأساسي. المسألة جيدة لعائلة فقيرة لديهم نفس اللباس ولا مجال للشعور بالخجل. هل بإمكانك تغيير هذه الجملة؟ لوبو فازت بالمسابقة. لوبو فازت بالمسابقة، أليس كذلك؟ عندما أستيقظ في الصباح أتوجه إلى الثانوية، وبمجرد أن أدخل الباب أترك جميع الأمور الأخرى خلفي، أدخل وأنا أفكر فقط في التحصيل. جولة حول كاتالونج وإدراك لتلاميذ ثانوية فوملاني لمدى أهمية اللونين الأحمر والأبيض، وبما أن الحصول على الشهادة سيجعلهم يرتدون زيا آخر فهم يطمحون لمستقبل أفضل. ولكن لا يتفق الجميع حول الزي المدرسي. أورارا فيليز من يورو نيوز تحدثت إلى أندريا برخت، الدكتورة في علوم التربية والمختصة في التربية الاجتماعية، لمعرفة إيجابيات وسلبيات الزي المدرسي. أندريا برخت، أنت دكتورة في علوم التربية ومختصة في الثقافة المدرسية، وقمت بإجراء دراسة حول الزي المدرسي. مؤيد الفكرة تحدثوا عن التوفير، ما رأيك في هذا؟ في الشيلي العائلة التي تعتمد الزي المدرسي للأطفال بإمكانها صرف نصف الأجر القاعدي، وهذا يعني الكثير. ومن هذا المنطلق فالزي المدرسي مكلف للغاية، وقد يكون عقبة للعائلة الفقيرة لإرسال أبنائها إلى المدرسة لأنها لا تملك المال الكافي لشراء الزي المدرسي. متى ولدت فكرة الزي المدرسي؟ منذ متى نستخدمها؟ يجب أن نفهم أن للزي المدرسي تاريخ طويل، تاريخ نابع من الكنيسة والجيش. بعبارة أخرى، الزي هو امتداد لثوب الكاهن أو لباس الراهبات، أليس كذلك؟ اليوم لدينا مدرسة
ونريد أن تساعدنا هذه المدرسة في التكوين في إطار التنوع. بمجرد إلزام التلاميذ بارتداء الزي في إطار التنوع يبعدنا تماماً عن هذه الفكرة، لأننا نخلق التحدي بين إلزامية الزي والتجانس. في بعض البلدان كأستراليا وماليزيا نجد الزي المدرسي في المدارس الخاصة والحكومية، وفي أماكن أخرى يبقى ارتداء الزي اختياراً. إلى ماذا يعود هذا التباين؟ أعتقد أنه من المهم الإشارة إلى هذا الاختلاف. أن تكون طفلاً أو أن تكون شاباً ليس نفس الشيء أن تكون تلميذاً. عندما تكون تلميذاً فأنت خاضع لبعض القواعد الداخلية للمدرسة، وبالتالي ففي بعض المدارس لكي تكون تلميذاً يجب ارتداء الزي المدرسي. من المهم رؤية كيف يحاول البعض عرقلة ارتداء الزي، هذا العنف الذي تمارسه المدرسة ضد التلاميذ من خلال فرض لباس خاص، وهذا ما يدفعهم إلى إدخال ثقافتهم الشبابية إلى حرم المدرسة. وبالموازاة مع ذلك لدينا في اليابان ظاهرة أريد الإشارة إليها. النقطة الأولى تتعلق بصناعة الأزياء، والنقطة الثانية هي نظرة الكبار للزي المدرسي، وبالتالي فهذا أحد الأسباب في أن الزي المدرسي في اليابان هو موضة ونوع من الإثارة الشبابية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالفتيات المتأنقات. أندريا بريخ، muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti también, Aurora. في اليابان أصبح الزي المدرسي ضرباً مضروب الموضة، مع إضفاء الطالبات لمسات شخصية على ملابسهن وتخصيص أكسسوارات مميزة. الأمر يشهد المزيد من الإقبال ليس فقط في المدارس حين لا يكون الأمر إجبارياً، بل خلال بعض الأنشطة الاجتماعية أيضاً. الزي المدرسي الذي كثيراً ما مثل الانضباط في المدرسة أصبح قيمة الموضة لدى عدد كبير من اليابانيات، خاصة في ظل تأثير ثقافة المانجا، فقد باتت الألبسة البحرية التي طغت على الرسوم المتحركة والكاريكاتورية صورة لزي المدرسي والمتمثل في السترة واليقة البيضاء والتنورة القصيرة. إنها صيحة لدى المراهقات في اليابان وخارجها. أحياناً تلجأ الطالبات إلى إحداث تغيير طفيف على زيهن المدرسي لإضفاء بعض التميز على شخصيتهن، كتقصير التنورة أو تطويلها أو إزالة الشريط أو إخفاء بعض البقع التي تطبع الزي. مدرستنا ليست تقليدية لكنها مختلفة قليلاً. نستطيع الخروج أثناء فترات الراحة. ليس لدينا قواعد كثيرة بخصوص الزي الرسمي. لدينا الحق في تلوين شعرنا ووضع الطلاء على الأظافر أو وضع المكياج. حتى في بعض المدارس التي لا تفرض ارتداء الزي، فهناك الكثير من التلاميذ الذين يبدون رغبة في ارتداء الزي المدرسي، وكثيرا ما يحدث ذلك خلال نشاطات المدرسة والتسوق والحفلات الغنائية وبرامج التواصل المدرسي، وكثيرا ما يقصد الشباب محلات الألبسة لاقتناء ألبسة حيادية دون الانتماء إلى مؤسسة مدرسية معينة. الزي المدرسي يظهر جمالاً فريداً من نوعه، وهذا ما يرغب فيه الأجانب. اللباس الموحد يتيح لكل فرد أن يكون جميلاً. في هاراكوغا وسط منطقة واسعة حيث تكتظ محلات الألبسة، يختار الطلبة والطالبات بالكثير من الرغبة والتركيز ستراتهم وكنزاتهم وربطات العنق والتنانير، في حين لا يزال الحنين يراود الطلبة القدامى إلى زيهم المدرسي القديم. الزي المدرسي أحد رموز المدرسة، أصبح إذن رمزا جماليا. الزي المدرسي أصبح يرتبط أيضا بتهور الشباب، وعلى هذا الأساس فاليابانيون يولون الكثير من الاهتمام إلى الشخصية الاجتماعية التي يعكسها الزي المدرسي. نوبيو كيموري يقول: اليوم من الصعب التفريق بين زي كل مدرسة، ولكن بالنسبة لتلاميذ الثانويات فالمهم أن يظهروا وكأنهم طلاب. الزي المدرسي الياباني يتم تصديره إلى الخارج على نطاق واسع، وهو يمثل اتجاها جديدا في التوسع التجاري. The
آراء المعجبين على صفحتنا فيسبوك تعكس تنوع وجهات النظر حول هذا الموضوع. بإمكانكم إبداء آرائكم أيضا. نلتقيكم الأسبوع المقبل. That's all we have time for. Goodbye for this week. Learning World بمبادرة من وايز بالتعاون مع قطر فاونديشن.